تعالي منى اقرا قصص النهارده بقى. يلا بقى قصص بقى، اديني قصص بقى. يلا بقى وانتي تحليها لي. يلا بينا. مستعده؟ يس. يلا بينا نسمع. اسمي رضوى وعندي 19 سنه، وانا في ثانوي اتعرفت على بنت معايا في المدرسه، ومع الوقت قربنا جدا من بعض لدرجه انها بقت اقرب لي من صحاب كتير عرفتهم قبلها بسنين. حبيتها حب عمري ما حبيته لحد من كل اللي صاحبتهم على مدار سنين عمري، لدرجة إني بقيت أفضلها على نفسي. وفي عز ما قرايب كتير ليا كانوا بيشتكوا من غدر صحابهم وندلتهم، كنت دايماً أقول أنا ليا صاحبة أغلى عندي من وزنها ذهب وعمري ما ألاقي زيها، وكانت دايماً بتصعب عليا من كتر الحكايات اللي هي بتحكيها لي عن الصحاب اللي عرفتهم وغدروا بيها. وواحدة واحدة سحبتني من باقي صحابي لحد ما بعدت عن كل اللي حواليا وما بقاش في حياتي غيرها. ومع الوقت صاحبتي دي وثقت فيا وبقت تحكي لي أدق خصوصياتها، باباها بيتعامل ازاي مع مامتها، اخواتها مزعلينها ازاي، خالتها اتخانقت مع خالها ليه. وبقيت فرحانة جدا بحبها وثقتها فيا، لدرجة اني كنت بسيب كل مشاكلي واهتم بمشاكلها هي واحاول انصحها وأساعدها طول الوقت، وأوقات كتير كنت بسلفها وعمري ما سألتها هترجعيهم إمتى، لحد ما بدأت تبعد عني بالتدريج ولقيتها قربت من شلة صحاب تانيين وبقت بتعاملني بجفا غير مبرر. لحد ما في يوم بنت من الشلة الجديدة اللي انضمت ليها صاحبتي جت قالت لي أنتي صعبانة عليا، صاحبتك اللي كنتي بتحبيها بتجيب في سيرتك وبتقول عليكي كلام كتير مش حلو خالص، ووريتني سكرين شوتس من الرسايل بينهم على الماسنجر والواتساب كلها شتايم وتريقه عليا، ده غير رساله صوتيه بصوتها وهي بتقطع في فروتي. تخيلي. تعالي نكمل. ساعتها الارض لفت بيا وحسيت انها يغمى عليا من الصدمه وانهارت من العياط. عارفة يعني إيه يا سالي تقعدي تحكي تفاصيل حياتك الشخصية مع واحدة صاحبتك وتاكلي وتشربي معاها في طبق واحد وتديها فلوس من مصروفك وساعات تديها هدومك وتوهبي لها وقتك وكل حياتك وكأن مفيش في حياتك حد غيرها وهي تعمل كده؟ عارفة يعني إيه تقسمي معاها رغيف العيش وتغمسوا بيه سوا وهي تخون العيش والملح؟ ده حتى جدودنا كانوا بيقولوا اللي تقسم معاه رغيف عيش كأنك انت وهو بقيتوا دم واحد، كانوا بيقولوا كده زمان. تعالي نكمل. والله والله كانت اكتر من اختي واعز كمان واقرب. من صدمتي ما قدرتش اواجهها وخدت جنب وقررت اني اقطع علاقتي بيها من سكات، واللي وجعني اكتر انها ما حاولتش حتى تسالني انت بعدتي ليه، وكأنها ما صدقت وفضلت مكملة صحوبية مع الشلة الجديدة، خروجات وهزار وضحك ولا كأننا كنا في يوم أصحاب. مش عارفة أنا كنت صح ولا غلط لما خدت جنب وما واجهتهاش. مش عارفة أصلا ليه حصل كل ده من أكتر حد حبيته وأمنت ليه. حاسة أني فقدت ثقتي خلاص في كل اللي حواليا وعمري ما هصاحبها، عمري ما صاحب حد تاني. ياريت تنصحوني اتصرف ازاي. لحد هنا وخلصت قصة رضوى.